السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أوبن ستريت ماب هي جمعية تعاونية تطوعية، بحيث إن إحنا كلنا بنبدأ نرسم الخرائط مع بعض، وده بيسمع في مواقع كتيرة جدا. ده الموقع بتاع أفريقيا الجغرافيك، ده الخريطة. هي تقدر تعمل سيرش على أي مكان، وتقدر تحط علامة إن ده مثلا محل سيارات، ده الATM، ده الصيدلية، ده الدكاترة، مستشفيات، الحاجات دي كلها. كل واحدة فيها بتبقى فيها رموز، فده بيسهل لنا إن إحنا نلاقي الحاجة اللي إحنا عايزينها. الهاي واي بالتقسيمات بتاعتها، الحاجات الخاصة بالووتر واي، الطرق المائية، أنواع المباني، كل الحاجات دي بتبقى موجودة في الخريطة. تقدر تعمل سيرش على أي حاجة أنت عايزها. العاشر من رمضان، يبدأ يجيب لك الخريطة بالشكل دوت. زي ما انت شايف احنا اشتغلنا عليها كتير جدا، فهتلاقي صيدلية، هتلاقي محلات كتيرة موجودة، هتلاقي أماكن المستشفيات، أماكن الدكاترة، أماكن العبادة، مساجد وكنائس، كل حاجة، كل المباني بالأرقام، بالكود البريدي بتاعها، بكل حاجة، أشكال المباني اللي موجودة، المستشفيات. فده الفكرة كلها. فعشان كده بنحاول إن احنا نتعاون كلنا بإن احنا نرسم الخرايط بتاعت مصر كلها إن شاء الله.